دراري هاي الحقيقه ديال ايوب كيفاش كينوض. شوفوا كيفاش كينوض من الناس. ايوب شحال من بيضه نضربوا ابا البان كومبلي شحال خوت ما عندنا هنايا 4 البيضات كي طيبوا وعندنا هنا البان كومبلي خوت. باش تعرفوا ايوب عزري هو مون كوتش. مون كوتش قتلناك بالجوع اسمح لنا. اول بيض كي طيب ديالك اخويا ايوب ما تخافش البيضوفيتش كي طيب. خوت في الفطور عندنا هنا 4 البيضات وهنا 4 هذا ديال ايوب هذا ديالي و 8 ديال فالكونفي هما 4 ديال ايوب و 4 ديالي. هذا هو الفطور عندنا كربوهيدرات وعندنا سورس ديال البروتين وعندنا هنايا كاوكاو مطحون طن طن. اي غدا طنطين انا ايوب يلا شويت خوت حنا البيض كنعرف ناكلوها بالمعارف. اي غدا الله الا غدا اي غدا هاكا ايوب خوت دين سباطر كيدار على هاد الطريقة على هاد الطريقة المغربية كنديروها كنديروها انا خوت الصباح كندوز بالبساعة سكوب واحد اعطيني معلقة كيف كتشوفوا على ما فطور عندنا البيض بان كومبلي بينت باتر البساعة وكنزيدو الخوج جوج كابسيولات ديال اوميغا 3 جوج لي كابسيل ديال الملتي فيتامين. شو ايوب قبيه فازقه باش كاين الشفا اش هادشي ايوب صافي جوج اش هادشي ايوب تكذب عندنا اش هادشي ايوب هادي الشفا شوف شوف الطريقه الصحيحه حيت سير يعني دابا كتحسب على قبيه خوت دابا غادي نمشيو للصال باش نترينو ايوب صدر خوت نوريكم ان شاء الله كيفاش ديفلوبي وصدر مع الكوتش ايوب داكشي غادي يكون بالتفاصيل و صدراوي غادي يمشي فيها دابا غادي نتحركوا لاصال و ايوب غادي نعطيو البري ورك اوت ديالي غادي نضرب 4 سكوبات لا لا غادي يقد عليها ولا لا غادي يطير الفضاء الله خويا ايوب دراري انا يلا فقت دابا نقدر نهضر معاكم خوت سوف نتوجه ان شاء الله ان شاء الله الى صالة يا خونا عماد غدوز واحد الحصه اللي سينك سينك خطير قال لي ايوب امشي على البروغرام ديالي وان شاء الله نوريكم كيفاش ديفلوبي وصدر كيفاش مديفلوبي عندي انا ومديفلوبي عند ايوب اللي المبتدئين اللي عارف راه عارف ولا كان شي لعيبه جديده راه نشوفوها نتعلموا مع بعضياتنا للمبتدئين بعدهم كيطلبني ياسين كيفاش نديفلوبي وصدر ديالنا نوريكم تمارين ساهلين ماهلين تريني وتخرج تدوش تاكل وتنعس خوت هاي القهوه مورانا ندخلوا ليها ايوا شنو تاخذتو نورمال سبيسيال هذيك المره قلنا ليه نورمال وطاليان جابهم قد قد يلاه يلا واحد جوج سبيسيال بلا سكر الله يحفظك ايوب
ترى عشيري خوج. اقول لكم واحد نقطه على ايوب داك ترانسفورماسيون اللي شتوني انا درتها راه بسبب هاد الدري. الدري اللي وقف معايا وتعاون معايا ونشفنا واحد النيفو زوين ناتشورال وبالعقل. هو اللي مضحي وهو اللي مقاتل وهو اللي متبع البروغرام ومضابط. ولكن شوف ملي كيكون عندك شي كوتش اللي كيتعاون معاك ويعطيك الوقت هذه زوينه هذه خايبه لا هذه ما ديرهاش هذه ديرها راه تما غادي تمشي زوينه. خاصكم تعرفوا تعزلوا الكوتش ديالكم. المهم انستغرام ديال ايوب غادي يبقى لكم هنا. خاصكم تلعبوا في الكوتشينغ وتتغلاضوا وتضعفوا وتطيروا غادي قادكم. شتو التحول ديالي راه بسبب الدري وبالموتيفاسيون. هذا ما كان ايوب ما كاين غير موتيفاسيون حيد. ايوب انا كنشرب دراري محد انا وايوب واش هاد القرعه غادي يقدر يشربها بدقه واحده. سير ايوب دراري والله تا غصيدته باش يشرب داكشي دغيا وندخل الله يسعدك حيت انا عارف غادي يبقى شادد القرعه نص ساعه. يلا يلا الله يسعدك يلا بومبا الدراري. دابا انتم كتبوا لي في لي كومونتير كي جاكم النيفو ديالي المتواضع والكوتش ديالي متواضع الدراري خرج. ايوا خد ضربنا الطوموبيل. سمع سمع سكتي سكتي لامك سكتي الدراري النيفو ديالي ما بقاش متواضع الخوت. دابا خرج لا طاي طاي. كتبوا لي ايوب كيقولوا لي طوباج. دابا انت كوتش ديالي حلف لهم قسما بالله العلي العظيم لهذا الكوغ هذا عمر وصلاته. شنقول لكم واش شويه 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 ديال التيست ولا الافار ولا داكشي اللي كتعرفوا كاملين ديال الدوباج. والله انا حلفت ليكم الدري خويا ايوب متبع معايا حلف ليكم هذاك الشيء تقدر توصل لجسم طبيعي والله تتوصل ليه. ماشي كنحاولوا هذا نقنعوكم ولا نبينوا لكم بالعكس كاينين واحد الطبقه اللي كيتمنى يطلع واحد الكوغ ناتشورال ولكن طبقة أخرى كتبين لي داك الكوغ راه شي حاجة ما يمكنش أنها توصل لها. أنا راه تي كنفهم خويا أيوب غير أن داك الكوغ لا كان عاجبك لا كان عاجبك فورمات ياسين وحلم ديالك توصل لها ولا راك قادر توصل لها سواء بماكلة سواء بمكملين. شوف الموتيفاسيون وغادي نجيبوا أحسن نيفو في المغرب إن شاء الله واللي طبيعي وهذا ما كان حنا ما كندويوش بزاف كنخدموا النيفو ديالنا أيوب واللي كنخليوه يدوي علينا كون جينا نهضروا ما غادي نوصلوا لوالو. سكوت خدم تقاتل اتوصل شي نيفو اللي بزاف ان شاء الله. ايوب خويا موتيفاسيون ان شاء الله بقاو نديرو فلوغات زوينين في حال هادو كان في العيون جا
هو اللي كيفهمني في التصاور كنتفاهموا نويا في الهضره خويا عزيز عليا. ان شاء الله كتبوا لنا في لي كومونتير شنو هما الحصص اللي بغيتو نخدموا مع ايوب ونخدموا مجموعين ان شاء الله ويكونوا ان شاء الله شي لعيبات اللي زوينين بزاف. ديما الموتيفاسيون انستغرام ديال ايوب غيكون هنا, دخلوا عنده برستو اللي بغى يتبع الكوتشينغ اللي بغى يسولو اللي بغى اي حاجه مرحبا به والله يسهل على الجميع. دعي معاهم ايوب الله يعاونكم ويسهل على كل شيء ان شاء الله. الله يحفظكم.